السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن الكتاب المنير، وعنوان الحلقة عن الويل لمن يؤذي سكان المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، احذروا العقاب. هذول بيوت الله وهم منبع الإيمان والدين والتقوى، وأهل البلاد هاي لازم يكونوا في أمان. كفى ما يوجد في المسجد الأقصى من ما يفعله الصهاينة بشعب فلسطين، وأهل مكة الكرام وأهل المدينة المنورة المسجد النبوي، لازم كل مسلم بيؤمن بالله واليوم الآخر يكرمهم ولا يتطاول عليهم مهما كان قدره، حتى لو أخطأوا بحقك ما تخطأ بحقهم. هذولا ضيوف الله، هذولا هم أصلا اللي بيستضيفوا ضيوف الله، فلا يوجد فلا يعني بتعجب أنا كيف واحد بتطاول على واحد من هذول الناس. هم اللي بيحافظوا على الحرم، وهم أهل الحرم، وهم اللي بيستقبلوا الحجاج والمعتمرين والزائرين، لأنه لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما بصير الواحد يتطاول على أهل البلاد هذه. عشان هيك أحباب الله بدون شك فضل هذه الأماكن وفضل سكانها. فأي واحد بيتطاول بيقول لك مكة أرض مقدسة وبروح عليها بزورها بيتطاول على أهلها مهما كان، حتى لو كان مقيم في من أهل الجزيرة العربية، ما بصير يتطاول على أهل مكة ولا أهل المدينة. واللي بأهل الزوار فلسطين، اللي بزوروا فلسطين لازم يتواضعوا مع أهل المسجد الأقصى، واللي بزوروا في الحج أو العمرة أو في الأعمال من مش من السكان الأصليين، لما يروحوا على هالأماكن لازم يقدروا السكان ويحترموهم ويجعلوهم فوق روسهم. فما يجي واحد يقول لا أنا المسلمين متساويين، طيب شو بتسوي أنت؟ هذول الناس قاعدين بيحافظوا على الأماكن المقدسة، وهذول هم أهل الله في الأرض. فهمتوا علي أحباب الله؟ احذروا إذا واحد بتروحوا تحجوا أو تعتمروا أو أي واحد عنده سلطان يطاول عليهم مهما كان يكون، لازم تتواضعوا لهالناس هذول. عشان يا أحباب الله من فضائل الأماكن هاي وسكانها سورة البقرة 150 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إذا كل مؤمن على وجه الأرض لازم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فما بالك إذا واحد بطاول على واحد من سكان الحرم. الله، أنا رحت غائب وقعدت في مكة، يا الله ما أعظم الناس اللي موجودين في أهل مكة. والله أنا ما بزكي على الله أحد، بس أنا بحكي الحق، رحت على مكة المكرمة والله وعاملوني كواحد كأني منهم. الشباب اللي تعرفت عليهم أضافوني في بيوتهم، والكرم يعني مع أنهم بسطاء وفقراء بس والله عندهم كرم حاتمي، لأنهم سبحان الله كيف الواحد بيسكن جنب بيت الله الحرام ما بكون كريم، وما عندهم هاي النفاق. بتروح على أي تاجر في مكة بدك تشتري منه إشي بقول لك السعر، ما بيحب يأخذ ويعطي ولا بقسم بالأيمان، هذا السعر، ما عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك أنت حر، ما بيحبوا المجادلات. فهمتوا علي أحباب الله؟ هاي من صفات الناس الراقية، الناس اللي ذو أخلاق الحميدة، وتدخل على بيوتهم بيعطوه كل ما يملكوا من الكرم، الجود بما الموجود. ما الواحد يقول لك والله إيش بروح غاد وأنا بشوف حالي، لأنه في ناس معهم مال كثير بروح غاد فكرهم بستعبدوهم أو بترفعوا عليهم أو برفع خشومهم عليهم. احذروا أحباب الله، لأنها من تقوى القلوب اللي بقدر سكان الحرم، الحرم المكي والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، بيكون إنسان متواضع ومحبوب عند رب العالمين. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه الصفة لأهل الحرم، أطعمهم من جوع
وامنهم من خوف. لازم يكون هذول ما يخافوا ابدا لا من سلطان ولا من حاكم ولا من اي عدو. واي واحد برعبهم يا ويله مهما كان يكون. فهمتوا علي يا احباب الله؟ انا بحكي للجميع المسلمين. بتزوروا غاد؟ اذا الواحد بده يساعدهم يساعدهم. ما تفكروهم اغنياء لانهم عايشين جنب الحرم، والله كثير منهم افقر من كثير من الفقراء برا. فاذا الواحد بده يساعدهم بالهدايا ما تصدقوا عليهم لانهم ما بيقبلوا الصدقه. هدايا، صدقه هدايا. سورة البقرة 196 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني أحباب بالله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني بتخش على المكة المكرمة بتقوم في الحج والعمرة وبالصلاة في المسجد الحرام وبالاعتكاف وبقراءة القرآن وبأعمال الخير، أولى الناس أن تعمل معهم المعروف هم سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى. خصوصا هسا بعصرنا ناس كثيرين في مكة والمدينة والمسجد الأقصى فقراء بحاجة للمساعدة، فساعدوهم يا أحباب الله. مساعدة مادية ومعنوية وانصروهم في كل شيء. سورة البقرة 217 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أكبر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني كبير إن واحد قاتل في الأشهر الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، يعني إخراج أهل مكة منه أكبر عند الله من إيش؟ القتال في الأشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة الأنفال 34 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى بيعذب أي إنسان بصد عن المسجد الحرام مهما كان قدره وقيمته، وما كانوا أولياءه، مش راح يكونوا من أولياء الله أبدا. فاللي بيآذي كمان أهل البلد الحرام أو الأماكن الثلاثة هاي، هذا إنسان ليس من أولياء الله، والله سيعذبه في الدنيا قبل الآخرة. هسا سورة التوبة 19 قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني اللي بفكر حاله انه بسقي الحجاج وعمارة المسجد وعمره في المسجد الحرام يعني مثل اللي بيآمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، بيكونوا قوم ظالمين هذول. لأنه أهم شيء الإيمان بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، مش بس تعمير أحباب الله. الواحد لازم يفكر إنه أنا والله عمرت مسجد، هذا تعمير المسجد راح يفيدني إذا ما أنا آمن بالله واليوم الآخر وبجاهد في سبيل الله. والإيمان باليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله والآخر إيش فليكرم ضيفه، ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فمن لم يجد خيرا فليصمت. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله قيل من يا رسول؟ قال: من لا يؤمن جاره وأخوه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت له يا أحباب الله، هاي شروط الإيمان بالله واليوم الآخر. سورة التوبة 28 قال تعالى: بسم الله، قال تعالى: يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغريكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قلت لكم فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف. ودليل قولي سورة الإسراء 1 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريهم من آياتنا إنه السميع العليم. عشان ياخذ مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، هذولا هم الذي تشد الرحال إليهم، وهم إيش اللي الله أرجانا معجزات كبرى فيهم. وأهل البلاد هاي من أفضل أهل الناس، ولازم نقدرهم ونحبهم ولا نروحهم ولا نخوفهم ولا نتكبر عليهم، نبدأ عليهم حتى لو أساؤنا. سورة الحج 25 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. يعني هذا المكان المسجد الحرام اللي الواحد بكفر فيه وصدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام اللي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. احذر الواحد الطاول يلحد في هذه الأماكن. سورة الفتح 27 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني أحباب الله لازم ندخل المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، لازم يخش الواحد يكون فيه آمن وما بخاف. بقول لك إن شاء الله تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الذي أطعم من جوع وآمنهم من خوف. لازم الأمان، فما بالك المواطن اللي موجود في مكة أو المدينة أو المسجد، لازم يكون آمن وما بخاف، مش يكون قاعد مرعوب. إن شاء الله آمن محققين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهمت علي أحباب الله؟ أنا والله كل حبي فيكم يا أحباب المسلمين في الله إنكم لا تقعوا في الكبائر، وهذه من أكبر الكبائر إنك تدخل على الأماكن المحرمة المقدسة وتروعوا أهلها أو تتكبروا عليهم أو تسئلوا. فأي مسلم راح حاج معتمر من أي مكان على وجه الأرض دخل الأماكن هاي وزارها مشان يأخذ الأجر، يحذر يسيء لمخلوق منهم. فهمت علي أحباب الله؟ وبصورة الحج 30 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني من تعظيم حرمات الله بتعظمها، ذلك إيش من تقوى القلوب. عشان هيك بدك تعظم حرمات الله، عظم سكان البلاد اللي موجودة فيها، قدرهم واحترمهم. عند الله زوال الدنيا وزوال خير من إنسان أو رجل يقتل بدون وجه حق. فما بالك لما تخشوا على المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي وما تقوموا تقدروا هالناس حق قدرهم. فهمت علي أحباب الله؟ وصوت القصة 57 قال تعالى: وقالوا أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهمت علي أحباب الله؟ يعني المسجد الحرام حرما آمنا لازم كل واحد بكون فيه، إذا كان زائر حاج أو معتبر أو من أهل البلد لازم يكون آمن ولازم يكون مرزوق بإذن الله. ما تبخلوا عليهم، والله بتأخذوا أجر عظيم يا أحباب الله. أنا بحكي لكم بخبرة وبعلم من كتاب الله وآيات دلالة قدامكم، ما حدا أحسن منهم قد ما تقدر. سورة العنكبوت 67 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حربا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. أحباب الله الحرم آمن، ما بجوز الإلحاد فيه وما بجوز الواحد يسوي مشاكل فيه وما بجوز الواحد يطول فيه على أهل البلد أو على أماكن مقدسة. قلتوا عليه أحباب الله مشان ما توقعوا إيش من الإلحاد وبغضب الله يحل عليكم. وبعدين سورة الجن 18 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني إحنا نذهب للحجة والعمرة
أو زيارة البيوت هاي الثلاثة وكل المساجد، ما بيجوز واحد يدعو إلا الله، ما بصير يكبر حدا غير الله، ما بصير يذكر إلا الله، لا تكبروا أحد من دون الله إلا رب العالمين. فأنتوا في مكة لا تيجوا تقولوا لي إيش أحباب الله، يعني تذكروا إنه هذا البيت بيت الله. لما يجي واحد على بيتك وقدر حدا، قدر حدا من دونك أنت كصاحب البيت، بزعل البني آدم. فما بالكم أنتوا إيش تذكروا أحدا أكثر من رب العالمين. لما يروح يحج أو يعتبر كذا، دائما خلي ذكر الله على لسانكم، ولا تذكروا أحدا أكثر من رب العالمين، ولا تقدروا أحدا أكثر من رب العالمين. فهمتوا علي أحباب الله؟ سورة البقرة 114 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. احذروا أي إنسان على وجه الأرض يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، عشان إذا ذكر الذين، إذا ذكر الله وحده تسمع قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لازم الواحد في الأماكن، في كل مساجد الله وبيوت الله نعظم الله ونذكره. ويا ويل اللي بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذول والله ما بيدخلوا إلا خائفين ومعهم مليون حارس مشان يحموهم، وتروح خائفين تلاقي ما صدقش هو طالع من المسجد لأنه بخاف إنه واحد يقتله. فلو أنكم، أنا بحكي للجميع كأفراد وكشعوب وكحكومات، احذروا، خشوا المسجد آمنين، مش بحاجة لمليون واحد يحميك. والله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهمت علي أحباب الله؟ خلوا الناس يحبوكوا، والله غير يحاموا عنكوا. فهمت علي أحباب الله؟ بس اللي بمنع مساجد الله أذكر في اسمه، هذول لهم خزي في الدنيا، لهم عذاب في الدنيا وخزي، فهمت علي؟ وعذاب عظيم يوم القيامة. سورة الحج 40 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصر الله من ينصره، إن الله القوي العزيز. والله أحباب الله، أي واحد بخرج حدا من مكة المكرمة أو من المسجد الأقصى أو من المسجد الحرام، المسجد النبوي، بيخرجوا بدون وجه حق، يا ويل من الله يوم القيامة. والله يا الله غير ينصر هذا المقل اللي يخرج ضد اللي أخرجه، ويذلوا ويهينوا في الدنيا وفي الآخرة، لأنه إن الله القوي العزيز. احذروا إنه واحد يكون عنده سلطان يقدر يسيطر على واحد يذلوا ويهينوا لأنه عندك سلطان. اتذكر إن سلطان الله أكبر من سلطانك. إن كان تاجر قادر يخرج واحد موظف عنده يطره من عنده، نفس الشيء. أنا بحكي من الصغير للكبير، احذروا أحباب الله. سورة الأحزاب 13 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، واستأذن فريق منهم النبي يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوا إلا فرارا. أحباب الله، يثرب هي مدينة منورة. فالواحد يتذكر إنه عندما تذهب إلى الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل في الأماكن هاي، لو أسألك الإنسان من البلاد هذولا سامحوا. قلت عليه أحباب الله، الله سبحانه وتعالى جعل بلدهم آمن، ويا ويل اللي بعتدي عليهم، ويا ويل اللي بتطاول عليهم. اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد. هذولا هم يعني جيران الله، والله وصى بالجار، حتى بقول لك سابع جار، حتى لو كان نصراني أو يهودي جارك، فما بالك في جيران المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى اللي الله بارك فيه حوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.